يعطيكم العافية. أول كيف حالكم؟ اليوم نراجع درس الموقع ونحل التدريبات. حكينا المرة الماضية الموقع هو مكان وجود شيء بالنسبة إلى شيء آخر، وحكينا الكلمات اللي نستخدمها لتحديد الموقع: أمام، خلف، فوق، تحت. ما بنقدر إحنا نحدد موقع الشيء إذا ما استخدمنا هذه الكلمات. حكينا الطابة فوق الكنب، الدبدوب فوق الكنب، الألوان فوق المكتب، الكرسي أو المقعد أمام المكتب، البرواز فوق المكتب. إذا أنا استخدمت هذه الكلمات وحددت مكانها بالنسبة إلى مكان الشيء الآخر. حددت مكان الكرسي بالنسبة للمكتب، حددت مكان البرواز بالنسبة للمكتب، حددت مكان الطابق بالنسبة للكنبان. حكينا كمان إنه الأشياء حولنا ساكنة ومتحركة. المتحرك هي الأشياء اللي بتغير موقعها من مكان إلى مكان. السكون هي ثبات الشيء في موقعه مع مرور الوقت. وحكينا المرة الماضية الشجر ثابت ما بيغير موقعه على طول. الغزال متحرك، العصفور متحرك، ماما متحركة، أنا متحرك. المروحة ساكنة لأنه ما بنحركها إلا إذا إحنا حركناها وشغلناها. كمان ذكرنا المرة الماضية أشكال الحركة. حكينا الحركة في خط مستقيم مثل السيارة اللي بتمشي في خط مستقيم. حكينا السحسيلة اللي بتحركنا بشكل متعرج. وحكينا حركة السيارة بابا لما يلف على الدوار بتكون الحركة دائرية. وحكينا الحركة إلى الأمام وإلى الخلف مثل المرجوحة اللي بتحركنا إلى الأمام وإلى الخلف. هذا ملخص الدرس الأول. وحكينا عنا ولد بنتين بيلعبوا بيتحركوا، هم لحالهم بيتحركوا مو احنا حركناهم. هدول منوصلهم مع كلمات حركة. الكتب ساكنة لا تتحرك، منوصلها مع كلمة سكون. هاد هيك انهينا الدرس الأول وعدناه وحفظتكم التلخيص إن شاء الله. يعطيكم